السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير. كما كتلاحظوا راني في الدي وجيت نشوف الجديد اللي جابوا اليوم. بقاو معايا. واول حاجه غادي نمدحها لكم هي هذه الاله نتاع الكغي. كديروا فيها الكغيل وكديروا فيها داك التاكو ساندويتش. كتفتح الا بغيتوا ديروا الكغي كتفتحوها كامله، اولا الا بغيتوا هكا ديروا التاكوس كتخليوها هكا نص مفتوحه. وكاينه حتى هذه نتاع البافل، وحتى هكا التوست الساندويتش دي الثمن ديالهم بحال 11 أورو و99. وضروري عندكم الدي وليدر ضروري من المقالي. واخا الاسبوع اللي فات كانوا جابوا المقالي ورجعوهم ثاني. هادو الشكل بوحدهم فيهم 28 سنتيم 17 أورو و99. ايوا شوفي البنات اليوم ما جيتش بكري مع الاسف، لقيت هادو هاد القرايه هكا الماء هكا الاطفال. الطريقه نتاع باش كيستو زوينه بزاف اللي عجبتني. ديرو هكا كتست كاين في هذا اللون، كاين هذا اللي الثمن ديالهم 3 أورو و99. وجابوا حتى هاد البوكس اللي في البكيه فيهم 5 من الكبير حتى الصغير اللي كيتسدوا فيهم هاد اللون الازرق، فيهم البني وفيهم اللون الاحمر، وحتى اللون بيستاج اللي الثمن ديالهم 6 أورو و99 اللي كانوا 7 أورو و99. وجابوا هادو نتاع بلاستيك اللي كنقطعوا عليه هكا الخضروات أولا لحم الدجاج وفيهم الألوان. وكاينين هادو الصغارين فيهم جوج في البكية وفيهم من نفس الألوان كما كتلاحظوا ب4 أورو و99. وأما في الملابس راح تجابوا هاد السيت اللي فيه الشورت مع هادي، كاين فيها اللون الأزرق وفيها اللون الباج، الثمن ديالهم 4 أورو و99. وكاينين هاد البيجامات نتاع النساء اللي كيجي فيه سروال مع تيشورت، كيجي تيشورت نصكم التوب ديالو البنات مبرد في هاد اللون وفيه اللون الازرق، وكاين هذا اللون الابيض الثمن ديالهم 9 أورو و99. وجابوا حتى هاد ليغانسات هادو نتاع البنات، كاين هاد اللون الليلة كاين الاسود الثمن ديالهم 5 أورو و99. ودخلوا هاد الشطريك ياك اللي كتجي هكا سخون هكا الفصل الخريف، عندها جوج الجبوبه كتجي قصيوره في هاد اللون الاصفر وفي هاد اللون الغوص بيبي وفي هاد اللون اللي الثمن ديالهم 9 أورو و99. وجابوا هادو نتاع الاطفال الرضع اللي عندهم طراطق من تحت، ولكن هاد التصويره هادو البنيتات كبارين. كاينه هادي نتاع الفينيبون تاع الوليدات، وهادو نتاع ميني ماوس، وكاينه هادي نتاع ميكي ماوس، فيهم جوج في الباكيه الثمن ديالهم 4 أورو و99. واما هادو جاكيتات نتاع الاطفال هكا الفصل الخريف، عندهم القب والسلسله. كاين هذا نتاع الوليدات، كاين هذا نتاع البنات، الثمن ديالهم 11 أورو و99. ودخلوا حتى هاد السراول نتاع النساء، فيهم اما هاد الشكل كاين هذا وكاين هذا اللي كيعجبو هكا سامبل، الثمن ديالهم 9 أورو و99. وكاينين حتى هاد الاحذيه، هادو بزاف كيتطلبوها هكا في الكينداغارتن اغلبيه. هذا نتاع البلاغينا كاين هاد اللون، كاين هذا وهذا وهذا اللون، الثمن ديالهم 2 أورو و99. وكاينين حتى التقاشر اللي في الباكيه فيهم 3، كاينين هادو نتاع النساء، كاينين هادو باللون الاسود واللون الابيض، وحتى فيهم الالوان. شوفوا هاد الالوان الوان صيفيه ب1 أورو و99. ولاحظت جابوا الادوات المدرسيه، كاين اللي غادي يرجع للمدرسه وكاين اللي باقي بحال حنايا راه باقي عاد يلا باش دينا العطله، وكاين اللي غادي يرجعوا دابا الاسبوع الجاي حنايا باقيين معطلين حيت كناخذوا العطله معطلين وكنرجعوا معطلين. كاينين هادو الاقلام ملونه اللي فيهم 10، كاينين هادو فيهم 6، هادو كيديروا هكا السقلي هادشي كيبري، وكاينين هادو فيهم 3. اما هادي كتجي سات فيها مسطره وممحات، هادي منشاره اللي الثمن ديالهم 1.99. وشوفوا البنات شنو جابوا اللي غادي يدخل اول مره المدرسه، شول كينت اللي غادي تعبروا بهم بحال هادي اللي كيهزوها. المهم الناس المانيا معروفين كيهزوا هادي النهار الاول تاع الدراسه هكا. هادو البنيتات هاد الالعاب الصغيورين
كيديروه هما كصغارين باش غادي يجيو. كاينين هادو سيارات، كاينين هادو، هادو كاينه هادي، هادي كتجي هكا بحال من ايباغاشون مفاجأة، مع حتى شي واحد ما غاديش يعرف شنو كاين فيه لداخل. لي تمن ديالهم 4.99 €. وكاينين هاد الميني قصص اللي في الباكيه فيهم 8 نتاع القصص لداخل، كيجيو صغارين، فيهم هكا لوتام تاع الرسوم تاع ديزني بحال هادي إلزا، كاين هاد الرسوم، كاين سبايدر مان، كاين البوكيمون، لي تمن ديالهم 3.99 €. واما هاد الكتب هادو كيصلحوا هكا اللي غادي يمشي لكلاسات سباي، او كاين فوغ شول هادو يلا غادي يدخلوا المدرسة كيتعلموا، كاينين هادو الفيخت كلاس، هادو لي تمن ديالهم 2.99 €. ورا فيه حتى غادي تعلموا هكا الانجليش من 5 سنين الفوق كيتعلموا، وجابوا هادو اللي كيصلحوا من 5 سنين الفوق باش غادي تعلموا الساعة. كاينه هذه من 4 سنين الفوق هكا البورشطابل يتعلموا، الثمن ديالهم 3.99 €. وكاينين هاد الكتب، كتب نتاع التلوين، وكاينين هادو قصص، كاينين قصص وكتب نتاع التلوين مخلطين ب2.99 €. وجابوا هاد الاوراق، اوراق اللي كتجي هكا ملون هكا الباستيل، لي تمن ديالهم 3.49 €، لي فيهم 100 حبة. وكما كتلاحظوا هادو هما الاشياء اللي جابوا عند ألدي. غادي نخليكم في امان الله ان شاء الله في شي فيديو مقبل بحول الله.